صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في رمي الجمرات الصغرى والوسطى والكبرى ترمى متوالية، فهل أستطيع أن أرمي الصغرى ثم بعد وقت أعود وأرمي الوسطى ثم الكبرى؟ لا تصح، ما يصح لك إلا الصغرى، ما يصح لك إلا الصغرى. تبقى الوسطى والكبرى ما رميتها لأنك نكست. ترتيب واجب في رمي الجمار. نعم.